متتبعي قناة عالم الصيدلة، مرحبا بكم في فيديو جديد آخر. في هذا الفيديو غادي نتحدث على الناس اللي كتعاني من التهاب اللوزتين أو ما يصل عليه بالحلقم يعني خلال فصل الشتاء، حيث تعرف يعني ظهور يعني نزلات البرد بكثرة. إذا هو كما تعرفون أن التهاب اللوزتين علاجها يحتاج إلى مضادات حيوية. هناك مجموعة من المضادات الحيوية تستغرق استعمالها 6 أيام 7 أيام. إذا من أجل يعني تقليص المدة واستعمال مضادات حيوية يعني تقل عن 3 أيام، حبذا الشخص أو استعمل هذا القرص الذي أمامكم من يعني اسم تجاري أزيك، ولكن المادة العالمية اللي هي لازيتروميسين بطبيعة الحال فهي علاج فعال لالتهاب اللوزتين خلال فترة 3 أيام، حيث يمكن الشخص استعمال قرص كل يوم لمدة 3 أيام. كما قلت سابقا هناك مضادات حيوية تستغرق 6 أيام، هناك أشخاص بطبيعة الحال يريدون العلاج يعني السريع والفعال. إذا هدفي مقصد الفيديو، نتمنى أن تكونوا استفدتوا، إذا استفدتوا دعمونا بلايك وإشتراك. إلى فيديو جديد آخر وإلى اللقاء.